على الأقل كبشر من أجل الدفاع عن عيش يحترمون على الأقل كبشر فوق أرض دافع عنها أجدادنا بدمائهم دافع عنها أجدادنا بالغالي والنفيس. واختصارا للوقت وكي يكون كلامنا مكتملا سأبدأ أذبغ المتخلين من حيث انتهى الرفيق جواد حديد دوش وسنستمر في مخاطبة الدولة هذا اليوم لأن الخطاب موجه للدولة موجه إلى عمالة إقليم الحسيمة موجه إلى الجهة موجه إلى دوائر القرار في المركز موجه إلى دوائر القرار في المركز. تتساءل لجنة حراك الشعب بتماسين أمام العالم ألم يأتي من يتربع على قيادة هذه البلاد بحكم الدستور واللي هو الملك والذي يعتبر دستوريا رئيسا للدولة إلى إقليم الحسيمة سنة 2017 وقام بإعفاء عشرات المسؤولين على خلفية تقصيرهم في إنجاز ما سمي بالحسيمة ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط. يوسف الملك في 2017 ان رجعوا الدقاق الإقالة يستشعر من قايد الرأي المدير المركز الجهوي للاستثمار العامل الحسيمة عدة مسؤولين من يعنى السبب للإعفاء هو انه المسؤولين هنا ونفذن شيء البرنامج نيومي قان الحسيمة منارة المتوسط وتوعدوا انه قصة ساوند سيتم احترام المواطنين سيتم تنفيذ البرامج التنموية ونزلت الدولة إلى لجنة الحراك الشعبي بتماسين وأقرت بأنها ستحقق التنمية على مستوى بلدة تماسين. ملايا الدولة ذو سيد ذنان غو ذنك الإعلام لأنه ضروري أتبع مسقط شفار تلباب الدار رئيس الحكومة إنك يوديق من قان قاري في المطالب إني مشروع هذا ندير حقه ولكن قد إني نزاعات انفصالية باش ننسنا أنه ذنب الانفصال ولنفطر جدلا أنه بالصح إيه ذنني نتوى اعتقلا تنخل انفصال المطالب إذن الدولة أنه ودوا حقا ما يسكنت أين هي المطالب التي تحدثت الدولة عن تحقيقها؟ ألا تكرر الدولة اليوم نفس أخطاء ما قبل الحراك الشعبي وبلا أكثر من ذلك؟ أليس انتخاب ممثلين للسكان في المجالس الترابية بطرق قائمة على الرشوة أساسا الارتجاء بالعلالي يذكي الاحتجاجات الاجتماعية؟ أليس وجود مسؤولين في مجالس منتخبة بالكاد يستطيعون كتابة أسمائهم أمر يغذي ويذكي الاحتجاجات الاجتماعية؟ أوليس نشني النهار أنو سيدة سنيني الدولة أنه مارف الاحتجاجات كلمة سنت نحن لسنا مسؤولين عليها لسنا مسؤولين على هذه الاحتجاج ماغا لسنا مسؤولين على هذه الاحتجاج. عندكم رئيس جماعة أعطيتوا له مشاريع ما نفذهاش عندكم عملاء وعندكم مسؤولين على المستوى الإقليمي عندهم مشاريع ما نفذوهاش عندكم التزامات ووعود مباشرة مع الجماهير الشعبية ومع الساكنة ومع الممثلين ديال الساكنة في الحالة ديال تماسين هي لجنة الحراك الشعبي بتماسين ما نفذتوهاش الدولة
أخلت بالتزاماتها في علاقتها الساكنة وفي علاقتها بالجماهير الشعبية. وبالتالي السبب الرئيسي لاستمرار الاحتجاجات هو تقصير الدولة في إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة، هي غياب الفعالية في الفعل التنموي، هي غياب الحكامة في الفعل التنموي، هي وجود مسؤولين كما قلنا بالكاد يستطيعون كتابة أسمائهم على رأس إدارات معنية ومسؤولة على التجاوب مع المصالح المباشرة للمواطنين أو المواطنات. هذه نيجن قيوذني قلماسين يحترفون الخطاب ويحترفون الكلام. يكفي أطنظوا أسود القنداطين وسيكون الواقع شاهد. أخميمي جواد أمغار استمر النضال يقاد يتراجع، أخميمي الرفاق يسجل الشناب استمر النضال وقاد يتراجع. وبالتالي شنين قاسي الدولة وبشكلين واضح شنين وتجوضي حاموش نغنو سيدات جا قلنها نغذي يومي ونيتين ذو المصير ندماسين وذو المصير النغ جميعا. يا إما الدولة أتحمل المسؤولية ينس أتضع الواقع الماسين ذموث شنين تشتس الأمل تدا. يا إما الدولة أتضع أتحقق المطالب من الجماهير الشعبية، يا إما قملايا ويتبدي شيء ملايا ويتبدي شيء. أما ما رزارنا أنه الحل ذي الاعتقال إيه ورحل، لأنه سي الاعتقال الخمسة لغض عشرية وذن زي المسيند وتبدين دول الاحتجاجات، لأن تمسيند هي حاضنة اجتماعية للمناضلين ومنطقة ولادة للمناضلين باستمرار، منطقة ولادة للمناضلين باستمرار. والدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها. ما تغطيش الشمس بالغربال، ما تغطيش الشمس بالغربال. الدولة مشني نقي المغرب انتي عيش ناشا، انتي عيش قي إدارة فاسدة، قي وعي فاسد، مسؤولين فاسدين. ما تقوم به الدولة المغربية هو فساد في فساد من أخمس القدمين حتى الأذنين. على من كتكتبو واش مختشتاحنينا، ما تشتاح خيخ فنا، ما تشتاح نتخنا، ما تشتاح نخيخ فنسن، مختبو صانينا. ما يتجا العامزين، ما يتجا الدولة نخدمان وخسان شنين أخسن صباع سنوشر وقت باش تغمانا يا غيري مليح. وهذا الجزء لا لا تجز باش ميعتف الأمة تكا هتسقى ذمي سريع علي خذر أذ يوضي مزوان أذ وين الحبس أذ طفل أسكش نشتوين انتو همي سكشيني جواد أمغار وضبطتو. لا لا تجز باش ميعتف نهم السمغة ذميس أكورنا يحطى حموس يو كرسيو كوكي لانشا فاقع ناس. لا تجز والمسؤول أخمال أياق هو ذي المخزن وتجيبو نشنين شنين تجينو فضا مواطن غاتا فاقت مليح، تجينو فضا مواطن غاتا فاقت حسن زي ملايا، تجينو فا غاتا فنكوري شاقكم كاني نسيق الدم، تجينو فا غاتا فنكوري جيتي عيش الحياة نسكن وضع الطبيعي. ولكن وكين ولكن وكين الدولة هتبكذا يقابوا وزجيف تتزمانا تعتقل مانو تقم ذاكنا الجرائم تكامل نغضي طاوين كثير من الظن بطاجري من الطاجري من غنصغف ونصغي ذي شي إلى أبد الأبدين إلى أبد الأبدين. اسلي كسوس جيف اكسمت قديمة سبيل مني وخمسين قاعد وثماني السيو كذم ذا يوثان واش انتهى من ايا واش كمان ذا خص شحر ذي وثان اقاق اخنت في كام اعود مهني اخنت في كام مني وخمسين سوى خمسين وتجيبوا ذي مشنين تيدي تفكان اي ما يتفكان تدخل المخصن يتعاوذ اس واش نينو جينوسي اقل غضي الدير مخزن نغنكا الدولة واش نينو فا الدولة يجان ضد النو غير مخزن يجان ضد النو كيس بيتا كيم دراسة كويد كامان كيتو كير خدمة كي اي حاجة
نكان تفع حقيق في النار أني ني اللهم إنا ممكن ولنا الشرف أنه نخوض المعركة يا ثانيتين ولنا الشرف أنه استمر كل معركة يا ثانيتين نحو الأمام مهما كانت النتائج مهما كانت النتائج السرنة زي السرنة الثلاثة الثلاثة 19 يناير 1984 ذو قهف الانتفاضة قد ما سنت الغين ثانيتين الشهيد الشيف موروث ذقين المقابر شريف مورود ارتاح ارتاح صانوا واسيد الكفاح شريف مورود ارتاح ارتاح صانوا واسيد الكفاح كوكشيش ارتاح ارتاح صانوا واسيد الكفاح كوكشيش ارتاح ارتاح صانوا واسيد الكفاح الغين ذا الشيف مورود ونعن ترثا الذكرى نجل الجريمة زي الجرائم يقني قار مخصنا وانيتين إضافة غا الجرائم لا عثمانين إضافة غا مقني قاك الزلزال إضافة غا مقني قاك الحراك ولسنوات 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 نشنين الصباع التومين وحر الصباع الوالدين وصباع الأجدادنا ولكن أنا والوختة والجيلة يزيد ذي نجل الجيل إكفاسي ملايين إكفاسي ملايين نحن لسنا في الثاني ولسنا في فوضويين ولسنا بمخربين نحن نريد مطالبنا الاقتصادية والاجتماعية نحن نريد حقوقنا المشروعة التي يكفلها القانون وأنتم من ضدنا وضد القانون وضد الشرائع ضد قانون الطبيعة والقانون الإلهي والقانون الوضعي أنتم ضد كل القوانين أنتم ضد كل شيء جميل في الحياة أنتم ضد الفرحة أنتم ضد الانتصار أنتم ضد تقدم هذا الشعب أنتم ضد ازدهار هذا البلد أنتم ضد تقدم هذه الدولة أنتم المخربون وأنتم الدامون ونحن بنات هذا الوطن ونحن بنات هذا الوطن ولكن المعركة ستستمر نحن 21 زي الشهاية الحاكم ومثلق جواد همغار قل محكمة الابتدائية قل حسيمة ونقاصر مخزن ماشي بعيد ماشي بعيد نهار الخميس قبل ما تنطلق الجلسة هذني نفس الوقفة غضوة في المحكمة وانا مصر ولا تعتقد أنه سيهدأ لنا ذات أو سننه أو سنقبل الحياة بدون حريات الرافق جواد أمغار لا حل وسط في قضية الحرية افعلوا ما شئتم أنتم اتخذتم قراركم ونحن اتخذنا قرارنا أيضا والتاريخ بيننا ذنيتني غنختم الشكل النضالي غنرد المواعيد في الأيام القليلة المقبلة أقسم بالله على اللجنة وكذلك من بعد الشكل النضالي نتعلن أنه ليضرب العام أذي توافع أذي كمر الإضراف العام أنتم اتخذتم قراركم ونحن اتخذنا قرارنا أيضا والتاريخ بيننا يرفع الشكل النظام